وقفنا في كلامنا مع ضيفنا العزيز الزميل خالد الاتريبي عند تفصيلة ماهية الفريق المنافس، طبيعة الفريق المنافس، هل هو بيميل أكتر للدفاع ولا بيميل أكتر للهجوم؟ لا، هو الثلاثي الهجومي عنده خطير شوية، إنما دفاعه يطمعك شوية، يعني دفاعه يخليك لو أنت لعبت عليه ضاغط يعني في بداية المباراة تربك حساباته، وانت عندك امكانيات انك تعمل ده، عندك قفشه يوصل للمهاجمين بتوعك، شايف ان بواليا لو لعب المباراه في الاول يرهق الدفاعات كويس قوي، حركاته كتيره في الملعب، مش موفق وليه لا، ممكن يكون موفق قدام الدي حلو تبقى انطلاقته، وبالتالي هتديله ثقه غير عاديه ان هي تكون متاخره لك هنا، دي اعتقد ان هي نفسيا ممكن تنقله في منطقه تانية خالص، انك ما كانش في توفيق في المباريات الدوري، مع انك كانت تحركاتك كويسه، هدف جبته واتلغى كان صحيح، فساعتها تقول طب كويس الهدف ده اتلغى، يعني على الصعيد الشخصي يعني هو الحقيقه ولتر بواليا بصفه خاصه من اول ما جه هو ما بين ان هو بيثير جدل وما بين ان هو بيجبرك على ان انت تقف تتامله، هو لان تحركاته زي ما انت بتقول، فاعليته زي ما انت بتقول، يمكن شويه مشاكل في الفينشنج، لكن غير كده هو فعلا يعني شتت الفريق. هو مشكلته، خلينا نقول مشكلته الحقيقيه فعلا، ان هو ما خدش وقت، يعني على طول عارف بتضر للنار، اللي هو مثلا هتقول لي انت، انا في لقاءات قبل كده كنت بقول دايما ما بحبش نظريه الانسجام، بس مش لدرجه ان احنا نضرب بيها عرض الحائط كده، يعني مش لدرجه ان انا اجيب لاعب بيلعب في نادي تاني يدخل عندي على طول فيتمرن تمرينتين ثلاثه وينزل الملعب على طول، انما على الرغم ان ده حصل، لا عارف زي ما بقول لك ان ما بنلوش كرامات، لا بنلو كرامات في التحركات طبعًا. في هد الدفاع الضغط، هو نقصه بس ان شاء الله يهدف، وعندي احساس انه ممكن يعملها في مباراه الدحيل، اتمنى ان ده يحصل وان شاء الله تبقى فتحه خير بقى عليه وعلى النادي الاهلي، لان احنا مش هنتكلم انه يرد على المشككين ولا احنا عارفين ان ده مهاجم كويس عنده خبرات، عنده تجارب في الدوري المصري، وبالتالي ان شاء الله نامل ان هو يكون كويس وتكون انطلاقته بقى الحقيقيه من المكان العالمي ان شاء الله باذن الله.